استني لحط لك شي تلبسي. بظن هون الصالون ما هيك؟ بالطريق اهلكنا من الشوب، وين ابرد عندكم، جوا ولا برا؟ بهالوقت وين ما كان رح تلاقي شوب، اذا جوا ولا برا. حتى البراد بيكون سخن. آسيا بلشت بدورة الرقص، بس امها لسه ما بتعرف، دير بالك تغلط بشي قدامها. ماشي ما رح احكي. بعدين انا حاسة كأنه عمي وامي متصالحين. بالله جد؟ مرة كانوا عم يعملوا كباب بالحديقة وبعدين صاروا فضل. خير؟ هلا ما أنا هون؟ شو قيلول؟ أمك وينها يا روحي؟ رح تجي المسا، هلأ بتكون بالمصنع عم تشتغل. لا هيك كتير غسان. كل شي تغير هون، كل شي حواليك تغير، وانت ما عم تتقبل. في حدا إجا وعم ياخد منك اللي أخدته، منشان هيك خفت. بدك تشتري قضي مشان تقلعني من هون، وما فيك تحكي معي بالمصنع لأنه إلي حصة فيه. انت عم تسعى وعم تحاول بس ما عم تزبط معك، ما عم تزبط. أنا ماني ناوي أتحرك من هون عمي، بس لا تخاف أنا ما رح كون قاسية مثلك. أو بروح على شي جزيرة يومين وبرجع بقلن الله يخليكن خلوني عندكن شوي. شو بدي قلك، متأخر على البيت قد ما فينا، أنا اليوم المساء رح غني هون. عن جد عم تحكي؟ اول شي رح اقدم لكم الاكله يلي عملت لكم اياها بالفرن، تفضلوا ذوقوا شو طيبه، وخاصه ميرال غانم انا متاكده انها رح تعجبك. ولك شو هاد، شو طبختي لنا رقية؟ انوار شو رايك وصي على كباب؟ ايوه تمام. برافو 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 برافو، لك تقبرني. برافو، شفتوا شفتوا ما احلى. برافو. يلا لشوف البيز هاي، ارفع ايدك شوي. برافو عليك يا شاطر. هلا رح اساوي لك فنجان قهوه، البيس البيجامة اللي جبت لك ياها، وبعدين فوراً بتروح على تختك. الصبح بتمسك أعصابك وما بتطلع، وحفيظة رح أجيب لك الفطور لعندك على الغرفة. ماشي؟ أخ منك شو قليل أدب، صاير مثل الزعران.
شو؟ هلا اسمعوني شو بدي قلكم. نحن بعد 10 دقايق بالضبط منفوت على البيت لجوا، ومن هون لوقتها خلونا نرتب الجنينة مع بعض، اتفقنا؟ يلا حفيظة خلونا نبلش فورا. يلا ميرال خانم، انت كمان ساعدينا، الضيف بيصير من اهل البيت، ما هيك؟ يلا يا شباب، يلا حبيباتي. وانتي رقية خدي الاولاد لجوا، بس طالعيهم على غرفهم من الطرف الثاني للبيت. تعرفي في عنا ضيوف، خدي الاولاد من انوار وفوتيهم على غرفتنا، رح ننعجق كتير هالليله، شو بدنا نعمل؟ طبعا فرشي لايلول على الارض، والتخت الكبير خلي فاضي، بعدين بتناموا هنيك وما بتنزلوا. خلينا نمرق من هون، ما منخلي عمي يشوفنا والله. روحوا من هداك الطرف بنتي. بس عمي مو زعلان منا، منمرق من هون. رقية له يا سهاد، مو عيب تعملوا هيك بهذا العمر؟ شو خلاكم تعملوا هيك؟ ها شبين اتخانقوا مع بعضهم، شو السبب يعني؟ ايه مو سهاد بشجع فريق بشيكتاش؟ سبعة لفريق الفنار يلي بشجعوا غسان، قام التاني سبعة لفريق سهاد وقال انه ما خرجوا يلعب بالحارة، وبعدين علقوا اتنين ببعض. بس معقول هالحكي؟ شو صغار هنن؟ هاي هي، ونحن كمان هيك قلنا له، لك شو انتو صغار لحتى عم تتخانقوا مثل اولاد الحاره هيك؟ هذا حكينا، يعني هنن كبار عيب يتخانقوا. انا كتير متعصب لكره القدم لهيك تحسست. يا عيب الشوم بس، لا والافنديه كمان صاروا يعوصوا بالجو بعد ما خلصت المباراه، اصلا هنن لازمهم قتله من كعب الدست حتى يبطلوا يعملوا هيك. خلاص بعتقد بكفي، ما هيك؟ الكل على شغله، يلا على اساس انتو انظم، يعني ما كلكم من نفس الطينه، يلا احضر، يلا 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 فرقونا. هو هديان شوي هلا، لبسيه وبعدين طالعي لفوق حتى ينام. طيب ماشي. بدك تشلحه لهاد يا رضا؟ قلنا سنين متجوزين ولا مرة شفتك بهاي الحالة يا رضا، انت غريب كتير وسرك ما نو سهل، فوتت الدنيا ببعضها بسبب هلا، ودايما بتضل تجرح نوار، ولا مرة وثقت بأنوار. شو بدهم يعملوا برأيك؟ شو متوقع منهم؟ عم يشتغلوا ما عم يقصروا؟ حياتك كلها حاولت تشوف وضع أنوار وتسأله هو شو نفسه يعمل؟ ايه من وين رح تعرف؟ والأصح شو بدك تعرف؟ شي ما له داعي، رايحين وجايين وراك، بس هن ما بدهم يضلوا مثل الصيصان يلي بيلحقوا أمهم، نشف دمه للولد مشان يشتغل وينفع لشي. تعرف ليش يا رضا بيك؟ هو لا عم يشتغل مشاني ولا مشانه، مشانك انت، هو عم يعمل كل هاد مشان انت ترضى.
لأنك أنت السبب الوحيد يلي بيخليهم زعلانين ورضيانين يا رضا. يا ريتو لو ما كان هيك، بس للأسف هيك. تعرف ليش عم يعملوا هيك كرمالك؟ السبب مو لأنهم بحبوك، السبب لأنهم خايفين منك. كان نفسي قلك لأنهم بحبوك، بس ما فيني. شو ما بكفيهم تعاسة هالقد؟ تركهم بحالهم بقى، ويمكن يجي يوم يقدروا إنهم يحبوك فيه من قلبهم. بس لازم تستنى، وتستنى كتير. هاي الحقيقة، بعتذر منك. تقول كأنه شاحني مرقة فون. شو هاد؟ حميد الله ما كنا موجودين وقتها. ايه بس شو رح ينفذنا الصباح؟ ايه هلأ بتكون هدية أعصابه، ومن هون ليجي الصبح بيكون مش الحال. شوفي لي هالشوفة، في صحن واصل لعند جنينة الجيران كمان. طالما هلا هون واضح انه مشاكلكم هي ما رح تخلص بالمرة. قصدي مشاكلنا كلياتنا. لكن معقول يقرروا انهم يتطلقوا بدون اي سبب مقنع؟ اجباري الكل رح يتوتر من هالوضع. لما تصير هيك شغلات بدون اسباب منطقية الكل رح يضل محتار ومتوتر. برأيي انتو كمان لا تعقدوا الامور، خلوا هلا ترجع معنا والمشاكل رح تنحل وحدة بدون اي توتر. شو عم تحكي انتي؟ ظاهر ما عندك فكرة شو صاير؟ قال بدون أي سبب، قال في سبب هالقد قده بس أنت ما بتعرفي. يعني ابنك ما حكالك هو شو مخبص بالسر من ورا هلا؟ ابني مخبص؟ أنت شو عم تحكي؟ أنا حابة أحكي كلمة كبيرة بس رح أحترم حالي هلا. ابنك المنظوم غسان خانة لهلا. شو؟ عم قلك إنه ابنك خانة لهلا ومع بنت طالبة جامعة. أنت شو اللي عم تحكي هلا؟ مزبوط هذا الحكي؟ ايه مزبوط وستين مزبوط. لسه ما سمعتي شي. حفيظة جيبي لي كالونيا رح يغمى عليها. ماشي. البنت جارتهم، وبتعرفي شو هو السبب؟ لأنه ابنك المحترم هو يلي جايبها على البناية، ومن سنة بيعرفوا بعض وعامل فيها العاشق الولهان. حتى أجار بيتها ومصروفة غسان يلي بيدفعون، وما شاء الله عنها كانت طلباتها ما بتخلص ابدا، ومو مخلي شي مشاري لها يا من تياب وذهب. ولسه ما سمعتي شي فوق هي الاخبار الحلوه، في خبر احلى بكتير رح يصير عندك حفيد تاني. البنت حامل وانا بدي منك البشاره. اهدي شوي، يلا لشوف. خدي نفس، خدي نفس، خدي نفس، خدي نفس، خدي نفس. لا تخافي، هاي المشاكل بتصير حتى باحسن العائلات. خليني حط لك شوية كولونيا على وشك كمان. طولي بالك، لا تفكري بالقصة كتير، وخليني هزك بترتاحي. نحن مو ناقصنا نلتهي فيك بنص الليل هلا. مبسوطين هلأ؟ شوفوا وضعنا، تبهدلنا قدام الكل، وبالآخر أنا باكلها مثل كل مرة، لأنه ما عندي شي تاني أعمله. وقت الفراغ رح يقتلني، وهلأ بتسلب حكي الناس. أنا بعتذر. أنت بأي حق عم تعتذر منا؟ هلأ بصرخ بالصوت العالي، ها حاجة مشاكل خلصنا. عم بعتذر عن ذنب أنت عملته. بكفي. ليش هجمت علي بدون ما تسأل؟ لأنه بكفيني شي يلي سمعته بالبيت بسببك. تذكر حالك شو عامل وبعدين احكي، وانت اللي هجمت علي بعدين. سهاد لا تكمل حكي، خليهم يروحوا ونحن منضل هون، واذا بتمشي خطوة وراهم رح لم الناس كلها. هلا يلا حبيبتي روحوا بسرعة بسرعة، يلا لشوف. سهاد ارجوك لا تحكي مع امك من غير شي، المرض بهدلت بسببي. لك شو اللي عملته انا؟ لك سهاد وعدني ما تتخانق معه. أنا بشجع جلاتا سراي. إيه لك وقف. أوف. يعني إلا ما لحشت كلمة. تعا روح لعنا خليني ساوي لك قهوة. يلا امشي انسى كل اللي صار، بكرة الصبح بتحس كأنه ما صار شي، وعلى قولة المثل
كلام الليل مدري شبو نسيت لك معنى بس بهالمعنى شو بيعرفني. امشي امشي يلا حبيبي لجوا. ايه بتنام مع ايلول، انا طالعه على غرفه ستي وقبل ما تسال اي شيء انا مو حابه احكي بنوب. غسان تصبحوا على خير. تلاقي الخير. شو لسه ما نمتي امي؟ عم استناك. بكره رايحين من هون، مع انه لو رحنا هي الليله كان احسن. مزبوط يلي قالته بحريه شيء؟ شو قالت؟ انت بتعرف اللي قالته. أنا ما عاد فيني اتطلع بوش هدول الناس يا غسان، أنت سوت لي وشي. تعرف شو أسوأ شغلة بالموضوع؟ أني أنا أمك وبطلع آخر وحدة بتعرف بهالقصص تبعك. لا وبالآخر بتجيبني لهون لحتى نام عند الناس يلي حضرتك خنت بنتهم وبدون حياة. أنت وطيت لي راسي. لك آخ منك آخ. عن جد هي حامل منك؟ لك أنت شو عملت آه؟ شو عملت؟ ليش وشك هيك؟ لك يلا احكي جاوبني. لك روح الله يلعنك بين الاولاد الله يلعنك. عملت خناقه مع مين كمان؟ مو مهم. يا ريت حاولت تصلح غلطك بدل هالخناقه، لانه ما عاد في خناقه تقدر ترجعها. لا روح نام، بكره رايحين قبل ما يفيق حدا منهم. صباح الخير. صباح النور يا أحلى بنت بالدنيا، برافو عليك. ليش؟ بتعرفي أنا بحياتي ما شفت حدا بيفتح عيونه من الصبح وهو عم يضحك هيك. ليكك شفت هلأ. أوه ولك دخيله الحلو. شو صاير هون؟ كنت ماشي بالعتمة وخبطت بالباب وعلمت. بابا أنا كبرت شوي يعني ما رح تقنعني بهالحكي. يا قوية. كأنك عرقانة شوي. ايه معناتها عندي فكرة كتير حلوة. منلبس أواعي سباحة ومنروح على البحر ومنفطر هنيك على الساحل، فطور العطلة يعني. يا سلام. طيب ماما جاي معنا؟ خليها نايمة بتلحقنا بعدين بنحكي معنا هنيك. يلا قومي لشوف قومي. ولك يسلم لي الدلوع أنا يا حبيبة بابا يا عمري. تعرف شو؟ الجمعية بعتك على منطقة مثل الجنة، حظك كتير حلو. شو ليكون غرت؟ طبيعي يبعتوني. تعرف كم سنة صار لي بالجمعية؟ صار بدها شوية دعم يعني. اسمع شو رح قلك، خلينا نمرق بسرعة، في وحدة قوية كتير ساكنة مع أمها هون، لا تطلع وراكن. ايه دغري بزتوا حجار امشوا. ليك هي عم تبكي؟ بالله عن جد عم تبكي؟ معكم محرمة؟ مسيك تفي امي اللي بتحطون. يا مجنون ترك البنت بحالها. Thank you.
بابا؟ اي فيقي بقى. انت نمت هون؟ تشرب شاي؟ بده شوي تانية لهلأ ما اختمر. بساوي لك قهوة؟ أمك جوا؟ أي جوا لسه ما نامت. شو بدي أعمل؟ ما حسيت على حالي. مش الحال هلأ، يا ريت لو ما صارت، بس هي صارت. حبك تساعديني مشان اتصالح. ما بعرف شو أعمل. أنا بحكي معها هلأ وبقلها بابا ندمان. بتسامحني؟ ما بعرف. ولا أنا. ما صارت قبل، هي أول مرة بتعمل هيك، لهيك ما بعرف. رح أقلها ساعد شيطان وما حسيت. منيح هيك. وما رح أعيدها. منيح. إن شاء الله تسامحني. إن شاء الله. يا ريت انكسرت إيدي. يا ريت. ما كان بدي أقول هيك والله بدون قصدي. بابا، في ورود كتير حلوين بجنينة الخالة صايمة. رح أقطف واحدة وحطها على صينية الشاي، ورح حط حواضر وخبز، وانت بتاخدها لعندها وبتراضيها. شو بفهمني بهيك شغلي بعد هالعمر هاد؟ بابا بالأفلام بيتصالحوا بهي الطريقة، ساوي هيك شو فيها؟ يلا قوم وروح انت اقطف الورد من الجنينة، رح جهز الصينية. يلا قوم بقى. شو بدنا نساوي؟ بابا؟ بابا؟ قطعن بهالسكين. لا تطلعي صوت مشان ما حدا يفيق، عم تفهمي؟ ماشي. صباح الخير، نحن رايحين على البحر. تعي بابا نركب سيارتنا وبشنا على البحر فورا. صباح الخير، نحن رايحين على البحر. خالة حفيظة رح تساوي لك فطور. شوفي هاد بابا، اسمه غسان. اوبا امي امي. خلص روحي، خلص يا عمي، يلا حبيبتي لا تخافي. يلا يلا بابا ليش تأخرت؟ كانت رح تطلع وبالزور لرجعتها، قلت لها الشاي ما اختمر، نامي شوي. يلا خود هي. هاتي وهي هون كمان. على مهلك ماشي؟ يلا بابا موفق. آمين. تعالي افتحي الباب.
العمى مو وقتك. حبيبتي جبت لك الفطور لعندك. أنا زعلانة منك إسماعيل. لا تقولي هيك حبيبتي، والله أنا كتير ندمان. شوفي جبت لك جبنة وزيتون وبندورة بلدية بدون هرمونات. سوي لك سجق بالبيض ولا بلاها، الدنيا الصيف وهي بتحسس. شوفي جبت لك ورد كمان. الله يجعلها شوكة بوشك. إيه آمين يا رب. أنا مصايب الدنيا كلها مشكوكة فيني، وقفت على هالشوكة. على مهلك، هلأ بتكب الشاي وبتوسخنا. هيك كتر خيرك والله، مطلع طقم فناجين جهازي من الفيترينة. إيه نحن لحد هذا اليوم ما استعملناهن. أقعد شوي بجنبك. أنت قطفتها من الجنينة تبعنا؟ شو بدك، المهم قطفتها. رح تسامحيني شي؟ رح فكر بالقصة. أوه والله ريحتها بتجنن. الورد ما بينعطى إلا للورد وبس، حتى لو دبلت الوردة حبك بقلبي ما بدبل يا عمري. أنت من وين بتجيب هالحكي يا درسان؟ صاير ملعون والله. الحب يا عمري. بابا هي وصلنا على البحر، خلينا ننزل بقى. بابا بابا شو بابا؟ هي وصلنا على البحر. ايه عم دور على مكان حلو. مرت عمي نامت بالصالون، وعلى الاغلب بتكون ميرال خانوم نامت بغرفتهم. عن جد هذا صار اسمه تخبيص، ما عاد عرفت شي. شوي وبيجهز الفطور، كيف بدي فيقون؟ واي باب رح دق؟ ما عم بعرف، خايفة افتح شي باب يقوم يطلع بوشي غسان افندي. ناقصني هالبهدلة. غسان اخذ ايلول وراحوا على البحر، وما في داعي تفيقي حدا على بكير. انا بعرف انه اللي بفيق بينزل لوحده، ولا تغيرت العادة هلا؟ والله لو عملنا بيتنا شاليه هلا كنا عم نلعب بالمصاري، وبنعمل بوفيه مفتوح كمان على احلى واحلى. اها يا بنت، شو كتير جوعانه لحتى فتي على البيت انتي؟ تعي لشوف وعدي جنبي. يلا تعي لشوف، عدي هون. طلعي بس تاكلي، خلينا نغير اواعيك ونحممك، صار لازمك حمام مرتب. اليوم ما في حدا ورح تفطري فطورك معي لحالي يا اربعاء خانم. ايلول على البحر مع ابوه هلا. ايلول حكيتي؟ انت قلتي ايلول شي؟ يا بسم الله، قولي ايلول مره ثانيه هلا. ايلول. دخيل اسمك يا ربي. حكيتي؟ صباح الخير. صباح النور. قبل ما تسألي شي أنا رح جاوبك، لأنه الأحسن تعرفي مني مو من غيري، بلا ما يطلع حكي فاضي. بارح غسان وسهاد تخانقوا، غسان مفكر إنه سهاد لساته بيحبني. لهيك صارت خناقة والجيران إجوا فكوهن، بس منيح ما كبرت القصة. ويا ريت أنتي ما تكبريها، وإذا بتكبريها ما عاد تفرق معي بالمرة، لأنه أنا تعودت على مشاكل أكبر وأهم منها بكتير. يعني معقول كبرها؟ حرام عليكي، أنتي هيك عم تظلميني يا بنت. على فكرة ستي حكت كل شي لميرال خانم عن عمايله لغسان. طلعت المرة ما بتعرف شي، ووقت عرفت كان رح يغمى عليها. الخالة حفيظة فيقتها بالكولونيا، أنا شفتهم من الشباك. حلو، شكل الأمور عم تفرط على الآخر هلأ. وقبل عمي كان قالب الطاولة ومكسر الكراسي وقت كنا بالمطعم. معناتها عن جد فرطت. والله هيك الهيئة، البيت عم يصير ساحة حرب، يمكن كل اللي بالبيت رح يقصر عمرهم. تاريني مهمة وما عندي خبر، كلني 50 كيلو، لا طول ولا عرض، وكل هالمشاكل بسببي. شي غريب والله، ما عم صدق بالمرة. قال بكتب التاريخ بيقولوا انه اغلب الحروب والمعاهدات كان وراها نسوان. حلو كتير، انا رح فوت التاريخ لكان عقبالك ان شاء الله. اها تأخرتي كتير على هالحكي. لا تقولي متزوجة،
أنا وقت كنت عزابية أكثر من 20 شب كسروا روس بعض كرمالي وما انهزيت أبداً. أوه طلعنا متفقين بقصة إنه الناس حكت علينا، اللهم لا حسد. عادي يلا لشوف احكي لي شو صار بالضبط؟ فكرك بمرقة بدون تفاصيل؟ كيف صارت القصة؟ يلا لشوف احكي لي شو صار من الأول. أمي جوا؟ صباح الخير. صباح النور. لا تفوت يا دوب نتصالحوا. بابا ضرب ماما كف مبارح، بتعرف شي؟ شو؟ طبيعي هالشي يصير، بلا ما تفوت أخي، خليهم لينسوا شوي. لا تفوت. قرب يخلص. صار كتير حلو ما؟ لكان اوف راسك سخن، يلا انزلي على البحر. وانت؟ ماشي يلا. هوب. لا تطلعي، بس البسي هدول نامي وارتاحي، رايحة أفطر وراجعت لك. ماشي لا تطلعي من هون. ستي ناوريني الخبز؟ تحيت أمك ناوريني كاستك لحتى صب لك. كتير شوب اليوم، جسمي دبق كله. ماشي حط هداك كتير تحت. كنت عم تشخر بسببك، ما نمت مثل الخلق. مين؟ إيه حاجتك، أنا ما بشخر أبدا. طبعا يا نوار، أنا جوزي بحياته ما شخر، هو بس بيسحب مواويل مو أكتر. شفت؟ شاهد شاهد من أهلي. روح يا راح أفيق إيلول. والله نسيت خبرك، راحت مع أبوها على البحر. والله صح خالي حفيظة؟ كلي لشوف. إيه بلا راحوا، تركيني شوي مع بعضه. بابا خلينا نروح على البحر. ماشي ابني كول قبل. صباح الخير أهلي. صح النوم. تفضلي غسان. وهي كمان سمعت راح على البحر، وياريت بس هذا الشي هو يلي سمعته. عادي بنتي عادي. هلا طالما الكل بيعرف هون فيني احكي وانا مرتاحة. انا بعتذر من الكل، بعرف اني ازعجتكم. لا استغفر الله، معقول هالحكي؟ ازعجت؟ اهلا وسهلا فيكي. نحن اليوم راجعين على اسطنبول، ولما تفتح المحاكم اتطلقوا يا هلا. هذا حقك وأنا ما فيني أحكي شي، وبدي إياكي تعرفي إني كتير زعلانة. أنا لهلأ مرت عمك وحابة إني ضل هيك دائما. وقت كنتوا سوا أنا ما كنت لطيفة كتير معك، بس هلأ تعي لشوف، تعي نشف حالنا، كأنك عم ترجفي شوي. شو ها؟ برداني ما هيك؟ لا ما بردت. وين راحوا؟ أنا ما دخلني. بابا خلينا ننزل على البحر كمان. ماشي مننشف شوي وبعدين مننزل. طيب مبسوطة؟ كتير. أيلول بدي أسألك سؤال. مين بتحبي أكتر، أنا ولا أمك؟ شو هالسؤال هاد؟ طيب طيب سؤال تاني، حابة تروحي معي على اسطنبول لفترة؟ يعني بس لأسبوع، 5 أيام إذا بدك، ورح جيبك الجمعة بالليل أو السبت الصبح، ومنه هيك بتشوفي رفقاتك. شو قلتي؟ ماشي
أمي بتقبل ما هيك؟ طبعاً، أكيد بتقبل. ماشي لكان، بس وقت تروح على الشغل أنا شو رح أعمل؟ في ستك وجدك كمان، منروح لعندهم مشان ما تبقي لوحدك، وأنا بنروحها بتأخر، والمسا برجع بكير، موافقة؟ ماشي. طيب كتير حلو، ليلي مين البطل؟ أنا. برافو عليكي، بنت أبوكي أنتي. حابة نبقى لوحدنا، إذا خلصتي فطورك بدي أحكي معك. إيه يا ريت والله، خلصت فطوري، يلا قومي. أعطيني الزيتون. امبارح صارت شغلة. أنا كنت بدي أسألك، صاير خناقة على الأغلب ما هيك؟ بس ما فهمت شو صاير؟ رح أقلك. قبل ما تروحوا لازم غسان يحكي مع عمي ويشرح الوضع ويعتذر منه، وإلا رح انحط بموقف صعب هيك، وما عندي طاقة فوت بخناقة جديدة. مرحبا. أهلين يا بيك. شاي لهون، تعال هون مصطفى، خود جيب لي من هون كعكة وجبنة. ليك لا جيب شي بايت، جيب أشقوان من عند السمان. يلا حاضر أنا رايح. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك رضا بيك؟ منيح، وانت؟ منيح. شو بكون عم تطلعوا فيني هيك من الصبح؟ شو صاير يا بيك؟ انت ما دريت شو صاير؟ شو صار؟ غسان نحن لازم نحكي شوي. انت بتعرف المصيبة اللي حطيتني فيها مبارح، وتسببت مشكلة كبيرة، وانا ما توقعت انك ممكن تعمل هيك. نحن عم نأذي بعضنا من دون اي احترام، وكل مرة بتجي فيها لهون بتصير مشكلة. انا ما كان بدي يصير هيك شيء. لحظة شيطان. لو قدرت تتحكم بلحظة الشيطان تبعك ما كان صار هيك مشاكل ابدا. حلك تتعلم وتكبر، صح غسان؟ شو؟ أنا بمجلس تأديبي؟ يا غسان أنت منتبه إنك صاير عم تقلل أدب كتير بهالفترة هاي؟ أنا لسه ما قلت لك الحكي اللي لازم ينقالها؟ لا تخليني أطلع عن طوري وصير قليلة أدب أكتر منك، احترم حالك. ما رح طول كتير. اللي بدي إياه منك إنك تحكي مع عمي رضا هلأ. خلينا نقول إنه لازم تصلح الغلط اللي عملته، لأنه الفشة هلأ ما رح تطلع براسي وبس، عمي رح يفش خلقه بكل البيت. وبدك تعيشي عند واحد مريض مثله؟ هذا الشي بيخصني. انت واحد متوازن وشفت نتيجة العيشة معك. غسان اذا بتريد ما عاد بدي نتخانق ابدا. يا حيف،
شو رقية بدك شي؟ أنا بدي منك ما تعود تجي لهون مؤقتاً، رغم كل شي نحن كنا عايشين ومبسوطين، والشغل الأهم إنه في بيناتنا هدية حلوة من رب العالمين اسمها إيلول. إذا ضليت عم تحاول وتتعب حالك حتى نرجع، ساعتها ذكرياتنا وماضينا وكل شي حلو كان بيناتنا رح ينهد. أنا من قلبي مسامحتك غسان، بس هذا الزواج انتهى. بترجاك تشوف هاي الحقيقة ولا تأذيني أنا وإيلول. ترك ذكرياتنا بحالة مشان نتذكرها ونحن مبسوطين. لا تنزع هذا الشيء أرجوك غسان. صعب ترك. بعرف كل ما تجي لهون وكل ما تكون مقرر إنك تشوفني ما رح تقدر تتخلى عني، وبعرف رح تشتاق لإيلول. حتى أنا كنت ناوي أعرض عليك تاخدها معك كم يوم على اسطنبول. بالله جد؟ كنت رح أطلب منك هالشي؟ طبعاً غسان، يعني بالآخر أنت حقك تاخدها، وأنا بحياتي ما فكرت إمنعك عنها أبداً. يسلم. ما كنت هيك وما فيني يصير هيك. المشاكل أحياناً بتعمي عيوننا وقلبنا ومنصير نفكر كيف ممكن نأذي بعض، وبعد ما كنا منعرف بعض منصير غربة. إيه غسان، ساعدني وساعد حالك لنخلص من هالشغلة. ما بتعرف يمكن مع الوقت نصير أصدقاء ونحترم بعض أكتر، ونحنا مالنا أول اتنين بيتطلقوا، ليش حتى ما نصير أصدقاء؟ إيلول تعودت هلأ، وصدقني اجتازت هاي المرحلة قبلنا. بتعرف إنه نحنا مربيين بنت ذكية وبتطير العقل، وعن جد برافو علينا. ما بدي تكبر على المشاكل، أنا بدي إياها تكبر بين اتنين متقبلين الحياة بكل تفاهم. شو رأيك؟ معك حق، رح بلش بالمعاملة. طيب إذا ما بتلمسيني بيكون أحسن، لأنه كتير. طيب معك حق. شو رأيك نقعد ونشرب قهوة؟ هلا. رضا وقف شوي. ولك انتو فضحتوني، كل العالم بتسوق عم تحكي علينا. لا تعلي صوتك. شو عم تقول؟ لا تصرخ، كل شي بسببي، صار سوء تفاهم وبس. لا تكبرها، هلا ما إلها ذنب، كل اللي صار صار بسبب غيرتي مو أكتر. شو كل شي بيصير بهذا البيت هلا مسؤولة عنه يعني؟ شو هاد؟ انت شو بدك من البنت؟ اذا بتصير مجاعة بافريقيا بتطلع هلا هي السبب؟ بكفي رضا بيك، بكفي. روح قول هالحكي للناس اللي بالسوق. مستعد اعملها. بعدين شو دخلني بالعالم كيف بتفكر؟ كل واحد حر بحاله، وخلص سيد رضا، خلص لهون وبكفي، ما عاد بدي هلا تزعل. يا ريت كل واحد يهتم بشغله بقى. هلا اللي واقفة قدامك ما عادت بنت صغيرة، هي مرة كتير واعية، وقبل ما تفهم شو صاير ما بصير تعيط عليها هيك. يا ريت يكون الحكي مفهوم. بكفي. أخيراً وينك أنت؟ فكرت صاير لك شي؟ والله ما بصير هيك رنا. ماشي، مبارح ما قدرت تيجي، بعتي رسالة. فيك تهدى شوي نوار؟ أنا باسطنبول، اضطريت أطلع عتمانة من هنيك، وأنا ما حبيت إني أقول لك قبل السهرة حتى ما تتضايق وتعرف تغني منيح. Aylar mevsimler, yıllar geçecek, unuttuğunu
saksın, apansız bir gecede ter içinde uyanacaksın, yüreğin yanacak. Kulaklarında sesim olacak bazen, gözlerinde silik resim. Sevmediği kimse er geç anlayacaksın. Adın ardır gün gelir, hesap sorarlar. Kapatacaksın, kapayacaksın beni. Neyle değiştiğin sorulduğunda merak ettim, ne cevap bulacaksın. Adın ardır gün gelir, hesap sorarlar, kapatacaksın.